أهلا بكم. شجرات المثمرة لا تثمر؟ سؤال مهم وتساؤل أهم لمحبي زراعة الأشجار، أشجار الفاكهة المثمرة. لماذا شجرات المثمرة لا تثمر؟ إيه السبب؟ السبب إن فيه قاعدة بتقول إن الشجرة المنهوبة لا تثمر. إيه معنى الكلام ده؟ معناه إن شجرتك مسروقة ومهكرة من شوية لصوص. اللصوص موجودين في الشجرة مش من خارج الشجرة. اللصوص هي النموات الحديثة الاستثنائية المرهقة للشجرة والمستنزفة لطاقتها، واللي بتنمو في الوقت والمكان الغير مناسبين من غير أي فايدة تعود على الشجرة. إزاي ده؟ تعال نشوف مع بعض ليه قلنا النموات الحديثة لصوص بتسرق شجرتك وبتحرمها من الإثمار. هنعرض الأشكال ونعرف الأسباب، وانت اللي هتقرر في النهاية. فتابع معانا وشرفنا بإعجاب لو عجبك الموضوع، ومشاركة للفيديو ليستفيد الجميع، واشتراك في القناة ليصلك كل جديد، وتفعيل زر الجرس للكل هيوصلك كل محتوى القناة. دي صورة ونموذج لشجرة منهوبة استولى عليها مجموعة لصوص من الأغصان والنموات الحديثة، والنموذج ده صعب يتواجد في شجرة واحدة، لكن للتوضيح جمعناهم في شجرة واحدة للشرح ومعرفة مكان وزمان كل غصن وتأثيره على الإثمار في الشجرة. الغصن رقم واحد غصن حديث النمو، وظهر في منطقة محرم عليه وغير مسموح بالظهور فيها إلا للقادة المتخشبين، يعني جذوع خشبية أعمارها بتزيد على سنين. لكن المراهق الصغير ده هيعمل إيه في اجتماع القادة الكبار، غير إنه هيتجسس عليهم وهينطحهم ويتعدى على جزائهم ويتكبر عليهم. والمصيبة الأكبر إن اتجاهه مباشرة لفوق، يعني واخد وضعية التكبر والسرقة عين عينك، لأن الوضعية دي بتساعد الغصن على شفط أكبر كمية من الكربوهيدرات على حساب كل اللي بيشاركوا نفس المنطقة. وبما إنه اتخذ الوضعية بالشكل ده، يبقى كل شيء انكشف وبان، وواضح إنه بيخطط للإطاحة بيهم كلهم ويتولى هو منصب الزعامة. طيب لو سبناه كده إيه اللي هيحصل؟ هيستولي على غذاء الشجرة علشان يبني لنفسه مركز مهم بينهم، وده مش هيضر الأغصان القديمة ومصالحهم بس، لكن هيضرنا إحنا كمان، لأنه هيسرق جزء كبير من الطاقة اللي كانت في طريقها لتكوين الثمار. لكن بعد اللي عمله اللص ده هينخفض المحصول أكيد. يبقى إيه اللي ممكن نعمله؟ نسيبه لحاله ولا نقيم عليه حد الخيانة العظمى ونتخلص منه فورا بالمقص ده؟ الغصن رقم 2 برضه بيتعدى على حقوق الغير من الأغصان التانية، لكن بصورة مختلفة، لأنه بيحجب عنهم أشعة الشمس الضرورية جدا لعملية البناء الضوئي، ولو سبناه هيقلل برضه من تصنيع الغذاء في المنطقة اللي بيغطيها، وده بيقلل من منتجات الشجرة بصورة تانية زي الغصن اللي فات. وإيه الحال لو كثرت النوعية دي من الأغصان في الشجرة؟ أكيد هينخفض الإنتاج وتقل جودته بنسبة كبيرة. فيا ترى نسيبه ولا نتخلص منه بالمقص ده؟ الغصن رقم 3 نقدر نقول عليه لص متخفي، مخالف لأكثر من قانون في عالم النباتات. أولها إنه ظهر في المنطقة المحرمة على المراهقين اللي زيه، لأن المكان ده مخصص بس للقادة ويحرم التطفل عليهم من أي دكيل تاني. المخالفة التانية إنه ظهر قريب من قائد مثمر، وبيكون التنافس على الشمس اللازمة لعملية البناء الضوئي وكمان الطاقة الكربوهيدراتية اللازمة لتصنيع الثمار. المخالفة التالتة إنه متشابك مع الأغصان بعد اختراقه لقانون التباعد النباتي، ونصه ألا تقل المسافة بين كل غصن وغصن عن متوسط 30 سنتيمتر تقريبا. المخالفات التلاتة دي أكيد هتتسبب في انخفاض المحصول بنسب مختلفة. فيا ترى نسيبه ولا نتخلص منه بالمقص ده؟ الغصن رقم 4 إما إنه غصن ميت أو غصن مريض.
وفي الحالتين هو مكان مناسب جدا علشان تعشعش فيه الآفات والحشرات وغيرها من الكوارث، وبكده هيسرق الغصن ده واللي زيه كمية كبيرة من طاقة الشجرة واستنفاذ للجهاز المناعي لها، وكمان معالجته هتحتاج مصاريف ومش هتنجح، وهتحرق طاقة الشجرة وتستنزفها وبدون فايدة تعود على الشجرة. بالعكس هيحصل انهيار وانخفاض في طاقة الشجرة، وده هيأثر على الإثمار وانخفاض جودته. فيا ترى نسيبه ولا نتخلص منه بالمقص ده؟ الغصنين رقم 5 مخالفين لقانون انهم اغصان حديثة النمو في منطقة لا يفترض لأي غصن التواجد فيها وعمره ما يقلش عن سنة، وعملوا مخالفة تانية انهم منعوا وصول الشمس لبعض الاغصان المنتجة وراها. لكن المصيبة الكبرى في اتجاه الغصنين، لأنهم بيتجهوا لفوق في تكبر واستعلاء، والوضعية دي معناها السرقة مباشرة والتعدي على حقوق وملكيات الغير والاستيلاء على خطوط سير الطاقة اللي كانت في طريقها لتصنيع الثمار، وده يعطل الأغصان عن تصنيع أي ثمار أو تنخفض تماما. فيا ترى نسيبهم ولا نتخلص منهم بالمقص ده؟ الغصن رقم 6 مخالف لكل الأغصان اللي سبقت. مخالفته انه ظهر في منطقة منخفضة وقريب من الارض، وكمان هتزيد زود الانخفاض مع الاسمار، وده هيخليه هو واسماره عرضة للاعتداء من القوارض والحيوانات وكمان الرطوبة الارضية اللي هتزود الاحتمالات بالامراض الفطرية، وفي جميع الحالات هيأثر على الجهاز المناعي للشجرة، لأنه هيستخدم طاقة أكبر من مخزون الشجرة من الكربوهيدرات، وبالتالي هيتأثر الإنتاج الكلي من الثمار وينخفض المحصول وتزيد النسبة في حالة التعرض لهجوم فطري أو بكتيري أو حيواني. فيا ترى نسيبه ولا نتخلص منه بالمقص ده؟ الغصن رقم 7 بيتسمى السرطان، وفعلا اسم على مسمى. بيظهر الغصن ده في منطقة بنقولها حرم الجذع الأصلي، يعني مكان حياة الملك والحاكم على الشجرة كلها. والغصن الجديد ده مش بس بيسرق مكدرات الشجرة من الكربوهيدرات، لكن وصلت به الجرأة انه بيتعدى على خزائن الشجرة مباشرة ويتحدى السلطان الحاكم، أقصد جذع الشجرة الأم عين عينك، وعايز يقوم ببناء مملكة موازية مش بس بالقرب من المملكة الأصلية لكن فوق مقدرات الشجرة مباشرة، وعلشان يستولي على مسارات الطاقة الخام اللي جاية من الجذور مباشرة فيقوم بنهبها فورا لأنه قريب جدا من الأرض، فهيمنع انتقال الجزاء من الأسمدة والأملاح المعدنية وما توصلش لباقي أجزاء الشجرة، وده مؤشر بانخفاض في المحصول. فيا ترى نسيبه ولا نتخلص منه بالمقص ده؟ أخيرا، هل يا ترى عرفت سبب انخفاض محصولك دلوقتي أو أن شجرتك لا تثمر؟ تخيل بقى لو اجتمعت كل المخالفات دي في شجرة واحدة، هل هتثمر؟ ولو أثمرت هل تعتقد بأن الثمار هتنضج أو هتكون بجودة عالية؟ كمان لازم نخلي بالنا كل الأغصان السبعة اللي ذكرناهم وأماكنهم ملهمش موسم للتقليم، يعني نتخلص منهم بالمقص ده بمجرد ظهورها وفي أي وقت من غير انتظار وقت التقليم. وعشان كده بنأكد دايما وبننبه على مراقبة أشجارك أول بأول علشان تقدر تسيطر عليها وتحميها من سيطرة اللصوص عليها وانت مش واخد بالك. اللهم اجعله عملا صالحا خالصا لوجهك الكريم، واجرني به في الدنيا والآخرة. اللهم تقبل. دمتم بخير.